الحيطة والحذر وعكس الاحتياطات اللازمة من أجل مواجهة الأمراض الموسمية والتي تتأزم في فصل الخريف، وخاصة عند كثرة هطول الأمطار في المناطق الوعرة في البلاد، هو ضمن المحاور التي نوقشت في الاجتماع الشهري حول الصحة العامة في تشاد، والذي يترأسه فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو كل يوم 24 في نهاية كل شهر. الاجتماع ضم جانب الوزارات المعنية بالشأن، المانحين الدوليين وشركاء التنمية في تشاد، وسفراء كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية وعدد من الصناديق الأممية العاملة في البلاد في مجالات الإنسانية. وناقش الاجتماع أيضا مسألة الأوبئة المتنقلة وخاصة مرض السحايا والكوليرا والذي تم الكشف عنه في عدد من دول الجوار. كل هذه الأمور تم التطرق لها في جلسة اليوم، والتي تناولت أيضا مسألة مهمة وهي تداعيات وأسباب سوء التغذية والتي يعاني منها أكثر من 400,000 طفل يتواجدون في مختلف مدن وأقاليم البلاد. فخام الرئيس الجمهورية رأس الدولة، رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء أعطى من جانبه توجيهات للوزراء المعنيين بأن يعملوا على تفعيل كل البرامج الممكنة من أجل التصدي لمختلف الأوبئة، ويعملوا أيضا وبديناميكية مختلفة عن سابقتها لوضع حد لمشكلة الملاريا والسل وكل ما يعاني منه المواطن. وشدد فخامته أيضا على عمل النظافة، والذي لابد بأن يكون سلوك لأي مواطن بهدف تفادي الأمراض. ووجه فخامته الوزراء المعنيين بالصحة بمشكلة سوء التغذية لدى الأطفال في مختلف مدن البلاد، وقال إن مشكلة سوء التغذية هي مسألة توعية في الوسط السكاني. وعلى وزارة الصحة العامة وشركاء التنمية بأن يعملوا على عامل التوعية، والذي يعتبر مهم جدا في هذا الشأن. وزير الصحة العامة السيد عزيز محمد صالح قال إن وزارة الصحة العامة وضعت الاحتياطات اللازمة من أجل مواجهة الأوبئة المتنقلة، وإن وزارة الصحة العامة قامت بالتشخيص والدراسات في عدد من مداخل الحدود لوضع حد لتجنب هذا المرض. البرنامج كان عملناه مع شركائنا، وزعنا ناس في محلات الحدود ومحلات الأرفنوم دي من فيها مشكلة هنتي كوليرا، زي ما حدود مع السودان مع كامرون هنا ومع النيجر، لي إن شاء الله بأسرع وقت كله نرده لهذا المشكلة. كنا هذا الأمراض بدت في بلدنا. أما فيما يتعلق بتمويل المشاريع الصحة العامة في تشاد وتمويل البرامج الرامية إلى صحة المواطن، أكد وزير الصحة العامة بأن فخام الرئيس الجمهوري إدريس ديبي إتنو أعطى تعليمات عاجلة لوزارة المالية والميزانية بتمويل المشاريع والبرامج التي تحتاج إلى تمويل سريع. التمويل المشاريع ده ليس التمويل المشاريع ده هو يكون إن شاء الله للملمة الشهرية الجاية، وتكون خاص بمشكلة انت التمويل شركاتنا، يعني كيف التمويل ده قدمنا وكيف نستعمله في بلدنا، وكيف التشادين رايهم في هذا التمويل ده. تكون الشهر الجاي ملمة خاصة بمشكلة انت التمويل لشركاتنا بمجال الصحة في تشاد. وفيما يتعلق بموضع استراتيجية مالية لعدد من مشاريع الصحة العامة ووضع الدراسات اللازمة لمحاربة الأوبئة، أكد وزير الصحة العامة بأن هذه المسألة سوف تناقش في الاجتماع المقبل، والذي من المفترض بأن ينعقد في أواخر شهر سبتمبر المقبل، ويضم فنيين من الوزارة وعدد من المانحين الدوليين والشركاء الفنيين المتواجدين في البلاد.